الالنر نيرف، ازاي نعرف نفرق هل الالنر نيرف ده كومبريست عند الكيوبيتال تانل ولا الجايون كانال. علشان نعرف الباثولوجي جاي من اي مكان بالظبط، احنا لازم نعرف الاول الديستريبيوشن بتاع الالنر نيرف. الالنر نيرف كلنا عارفين ان هو ميديالي طبعا من الاناتوميكال بوزيشن، هنتكلم اكتر ديستالي اكتر ما هنتكلم بروكسيمالي علشان نقدر نفرق هل الالنر نيرف ده كومبريست في الكيوبيتال تانل ولا في الجايون كانال. الالنر نيرف بينزل ميديالي للهيومرس لغاية ما يوصل للكيوبيتال تانل. الكيوبيتال تانل بيعدي بوستيريولي للميديال ايبيكوندايل، والجزء دوت هو اللي بنسميه الكيوبيتال تانل، وده من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها انجري للالنر نيرف. بعد كده بيكمل في الفور ارم، يبدا الماسكولار والسنسور ديستريبيوشن بتاعه لغايه ما يوصل للريست. والريست هنا هنقف عنده ثواني علشان في جزء مهم جدا اللي هو الجايون كانال. عندنا البيزي فورم والهوكوفهاميت، وعندنا الالنر نيرف. الالنر نيرف اما بيعدي في الجزء دوت، الجزء دوت بنسميه الجايون كانال. فالجايون كانال دوت برضو من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها اصابة للالنر نيرف، سواء البيزي فورم فراكتشر سواء او حتى ديسلوكيشن، سواء الهوكوفهاميت حصل فيها فراكتشر او ريبيتيتيف تروما، الشخص اللي بيستخدم ادوات والات لمدة طويلة، كل ده ممكن يسبب انجري للالنر نيرف في المنطقة دي. طيب احنا عرفنا ان الجايون كانال بيحصل فيها انجري، والكيوبيتال تانل بيحصل فيها انجري، فاحنا عايزين نعرف نفرق ازاي هل البيشنت اللي جاي لي دوت هيكون المشكلة عنده في الكيوبيتال تانل ولا الجايون كانال. علشان اعرف الكلام دوت، زي ما اتفقنا احنا عندنا الالنر نيرف بعد الميديال ايبيكوندايل بعد الكيوبيتال تانل بينزل طبيعي لغاية ما يوصل للريست، وبعد كده بيكون برانش هنا اللي هو اسمه سوبرفيشال برانش او الالنر سوبرفيشال برانش. الالنر سوبرفيشال برانش دوت بيبدأ بعد كده يغذي جزء يطلع منه برانش صغير اسمه البالمر برانش، والديب برانش اللي احنا شايفينه دوت، ممكن نكبر الصورة شوية عشان نشوفه اكتر. الديب برانش دوت بيطلع لاترالي علشان بيغذي كمان الادكتور بوليشيس من الجزء اللاترالي من الاناتوميكال بوزيشن. فانا عندي الجايون كانال مينلي بيعدي فيها السوبرفيشال برانش، والسوبرفيشال برانش دوت البرانش نفسه رئيس السوبرفيشال برانش نفسه بيغذي الفورث والفيفث فينجر سنسوري، يعني النيرف دوت بيغذي الفورث او الرينج فينجر والليتل فينجر او الفيفث فينجر بيغذيهم سنسوري. وعندي البالمر برانش بيغذي الجزء البالمر، لو رجعنا المصل هنا هنلاقي ان الجزء ده هو البالم، فهنلاقي ان البالمر برانش بيغذي الجزء البالمر، والسوبرفيشال برانش بيغذي الفورث والفيفث فينجرز اللي قدامنا دول او الليتل والرينج فينجرز. فكل دول عدوا على الجايون كانال. طيب لغاية الوقت انا مش عارف افرق ازاي هل المشكلة حصلة فوق عند الكيوبيتال تانل ولا في الجايون كانال. السر كله في البرانش الصغير ده اللي هو مش داخل الجايون كانال، اللي هو اسمه النر دورسال برانش. النر دورسال برانش دوت ما بيعديش على الجايون كانال، وهو نفسه اللي بيغذي ال 1.5 فينجر الفيفث والفورث فينجر، ولكن من الدورسال سايد. يعني لو لفينا كده هنلاقي ان الدورسال برانش هو اللي بيغذي الفورث والفيفث فينجرز من دورسال سايد. فالسر كله في البرانش دوت. البرانش دوت انا لو جالي بيشنت عملت تشيك سنسوري تشيك اب على
الجزء البالمر وعلى جزء ال 1 and half finger او الفورث والفيفث finger من البالمر سايت لقيت ان في sensory loss او abnormal sensation. يبقى انا اول حاجة جات في بالي ان البيشنت دوت السوبرفيشال برانش عنده فيه مشكلة, وبعدين كمان اشوف الدورسم بتاع البيشنت دوت فيه مشكلة ولا لأ. لو لقيت الدورسم كمان فيه مشكلة يبقى 100% مش الجايون كانال هو المشكلة, يبقى المشكلة جايالي من جزء مور بروكسيمال اللي هو بيكون غالبا الكيوبيتال تانل, بيكون الكمبريشن عندي في الكيوبيتال تانل ابتداء من هنا. ليه مرة كمان؟ علشان لو نزلنا هنلاقي ان الدورسال برانش ما بيدخلش الجايون كانال, فاما يكون البيشنت دوت الجزء الدورسال عنده فيه مشكلة السنسور ديستريبيوشن abnormality في الدورسال سايد بتاع الفورث والفيفث فينجر, معناها ان المشكلة جايالي من عند الكيوبيتال تانل مش الجايون كانال, علشان الجايون كانال مش معدي فيه الدورسال, الدورسال بيتفرع قبل ما يوصل للجايون كانال. فكونكلوجن للي قلناه مرة كمان, انا عندي الجايون كانال اللي ما بين البيزي فورم والهوك اوف هامات داخل ما بينها السوبرفيشال برانش. السوبرفيشال برانش دوت هو اللي بيدي السنسوري ديستريبيوشن للفينجرز الفورث والفيفث فينجر, وفي برانش منه كمان جزء البالمر اللي هو بيغذي جزء البالم, وعندي الديب برانش ده بيغذي كتير ماسكولار جوه الهاند مينلي الميديال تو لامبريكلز والانتر اوساي كلهم والادكتور بولشز وشوية المسلز اللي مسؤولين عن الموفمنت بتاع الليتل فينجر. فانا عندي اما يكون البيشنت دوت عنده الدورسم بتاع الفورث والفيفث فينجرز فيهم abnormal sensation, معناها ان المشكلة عندي مش في الجايون كانال, يبقى المشكلة عندي من فوق من الكيوبيتال تانل.